في منها الدوا كلها في منها مشاكل ملي نحكو عنها في منها الدوا كلها في منها مشاكلنا اللي نحكو عنها في منها مقصودة عليه دوا موجودة قصة من واقع ناخدها ونزيد ناكشنها في منها على مشاكلنا نتكلم كل يوم منها نتعلم عيش حياتك واعرف كيف تحسبها وتوزنها هيا سن ولادي سجد روحك معش وقت على المدرسة عاد بعد بحط كتاباتي في الشنطة وطالع بهيا في ساعة اسمعني ليمين ليسار المدرسة طول وركز في قرايتك وركز في دروسك إن شاء الله لكن اسمعي قلتي لي حق الموطة بس باهي حاضر أنا قلت لك غير كان تنجح السنة هادي بإذن الله قولي بوك يشريه لك الموطة اللي خاطرك فيها صباح النور شنو هو اللي بيشريه لأبوه على صباح ربي هذا أنا وعدتها قلت لها لو نجحت في المدرسة السنة هذه بوك بيشريك الموطة اللي خاطرك فيه يا سلام والله ما شاء الله أنت أهديه وأنا اللي نخلص ما عاد باش نشجع الولد غير سمعوني أنا معش وقت علي بنزل لحوش العيلة حوايجك محدثات وفطور قواتي في الكوجينة وأنا بنزل معش وقت وهي فيسع سجد روحك تمام هاي سلامة ربي يحبك هاي فيسع صبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله استغفر الله العلي العظيم استغفر الله العلي العظيم يا لعب أنا هنا يا بنيتي صباح الخير تقبل الله منا ومنك يا بنيتي سامحيني نزلت لك مؤخر وداك على ما وديت لي وديع حوايجة مشي المدرسة ووديت لي رضا حوايجة هيك وفطورة ونزلت لك والله يا بنيتي ماني لايمة عليك اعطيك صحيحتك نزل لي وديع وباس علي ومشي المدرسة الله يحفظه ان شاء الله وينجح يا رب ويحفظك لينا ويدومك لينا خلينا نمشي ندير قهوة ونجي نشربها نقع مزانوية هاي سلمك نينتنا هاي. سلمك انتي الغالية الله ما يحرمني منك يا بنيتي استغفر الله العلي ولادي صباح الخير يومي صباح النور يا ولادي صباح النور شو حالك اليوم الحمد لله يا ولادي ما دام انتم بخير انا بألف خير يومي ان شاء الله ربي يحفظك كمانتي ويعطيك طول العمر ويعطيك الوقت الطيب انا نبي نتوكل الله نبي نمشي خدمتي بالك ناقصاتك حاجه ولا تبي حاجه لا يا ولادي والله الحمد لله في خير خيري الحمد لله الله يفتح عليك يومي ويرزقك اللهم امين يا رب سلمى ايوه انا توكلت على الله طالع انا ها يا رب توكلنا على الله الله يفتح عليك يا ميمة ذكرتيني يا لاي باش نكلم رضا ولا زياد باش يجبرك حبوب السكر يا الله عيلة زي سمعت اسمي ان شاء الله خير ايه انا ذكرت اسمك العفو يا ولادي شرك ورا الباب واقف شن فيه نبيك تجيب حبوب السكر لي امك خلاص تمورة حبوب السكر؟ ايه امي نعطاها عيوني نعطاها قلبي سلموا ولادي لكن انتم بشكل مقصرين معي البارة ما فيش يا زياد تعال اكل يا زياد تعال افطر بالك نقصاتك حاجة نديرها لك شي ما نسمحهاش في الحوشة هو مش قلت لك يا ولادي معاش تطول لسانك علي مرت خوك خليه يلا يبصر عادي
صب القهوة تشرب معنا. لا لا والله لا مستعجل انا عندي مندير انا اخذ حاجه في الطريق. تبوا شيء انت؟ زينة يا ولاد. والله يلا زينة الله يفتح عليك. سلمى حق فلان بيقدر لي عشاق نية ولا حتى مكرينا دلع اللي جايين ولاد بيتفرجوا معي على المباراه باهي. هانيا علاش التعب في مرت اخوك يا ولادي؟ بدل ما تعول عليه روحك وتمشي تتجوز تجيب امراه تلها بيك، تعب في مرت اخوك هي تحرك جيب امراه. يا امراه شني على الصبح خيرك يا قاعد صغير، بعدين عندي انت وعندي مرت اخوك شنو بي ثاني؟ ان شاء الله ربي يحفظك يخليك لينا. اي هانيا ابو شي سلام صحيح بيك على روحك. خيتي بخف دم ولادي غير كان يبطل هالسبسي هذا بس يخد. ان شاء الله عليه لا ان شاء الله ربي يحفظه وتشوف صغار صغار ان شاء الله يا رب. خلونا نقيم هالفنجيلات لنا خلاص وقت على فداك. الله يعاونك يا بنيتي يفتح عليك حلمك. الله يعاونك حلمك. ان شاء الله ربي يحفظك يطولنا في عمرك. سلم بنيتي الغالي. يا صباح الانوار يا صباح الفل والياسمين، وبعدين الف مليون مره قلت لك لما نبدا بروحنا ما عاد تقولي لي استاذ. الله يسترك. حاضر من عيوني. حاضر لك الخير. شن صار فكرتي في الموضوع؟ والله الحق مش رافضه لكن قعدت نفكر في مرتك وماليك. الحق لا تفكري في مرتي لا تفكري في مالي. نعم هي ورده وكل واحد اخذ حصته، لكن عرفت كيف اقدم فلوسي وعرفت كيف اني نبدا راس مالي كوي، فهذا تفكري فيه بكل. لكن انت شكلك هيك زي اللي فرق السن هذا داير فيك ولا وش ندخل العمر ما دام بتعيشني في عز ودلال؟ لا من هي عز ودلال والله ما انا علاش قطلتي المال هذا كله انت على التفكير؟ سقدي روحك خلينا نتجوز وخليك بالله ولا شيء. حاضر حاضر لك الخير. بعدين قولي ردي بالك راه ضروري الموضوع يقعد بيننا ما وخليه على تحت سكوتي تحت لتحت. تمام تمينا ودي. بعدها هاي فيل. شو معناها فيل؟ فيل معناها شعور. با حويت على ولادي حويت. هاي اكتبها هاي F دبل E L هاي اكتبها كاملة مش مرة واحدة بس كذا مرة اكتبها. السلام عليكم. هلا. عليكم السلام. مش قلت اصحابك بيجي يتفرجوا معاك على المباراة؟ خير ما جوش؟ والله ما اعرف يعني كل واحد طلع لي بموضوع. كلمني الاول قال لي امي مريضه ونمشي نرفع عينيها. كلمني الثانيه قال لي مرتي طلع عندها عرس بيوصلها. معلش اللي كيفهم يا ولادي حتى مره ثانيه اخيرا شني عندي ولاد صحيبي يخاف من مرتك يراش منها هيك يقولك. حرام عليك عادي يا زياد ما تزودهاش. انا مشني وحتى رضا يعرف. رضا وين هو؟ رضا رضا وين نايم؟ نكلمه فيك. ايه ايوه ايه خير. وين تلاهي؟ عندي موضوع خدمه نفري فيه. خيرك شديتها في جورتي ريح. ربي يعافيك. حتى انا ما عادش حصل معاه في كلمتين على بعضهم. معليش يا بنيتي هاد كان موضوع خدمه ان شاء الله ربي يعاونه ويوسع بالك حتى انت. كان جيت على خدمه يلا معليش بينها على قولتهم. مش عارف خير ابوي من بكري شاد على ساي. خير اسكت يا ولدي. بعدين انتوا خيركم كلكم شديتوها في جورتي. حسيت ان الصريطة نزلت علي ولا كان في حاجه غلط اصلا. انا اللي فاضي قاعد بس بعدك اقعد دفع بروحك. ماشي تعال دفوني. حاضر شايفه خير يا اللي تعرف متغير لياماتها. يا لا عاد يدور فينا ولا مهتم بينا ولا يدور في ولده ولا قريت ولده ولا شيء. مكبرش الموضوع اسمي صاير لها ضغط خدمه شكلها. ونعرف انا لما تضغط على الدم خش بعض شوي. تعرفي يا حناي انا امس لقيت تليفون بوي فيه صوره بنت على الماسنجر.
يا بنت شيني انت شن دخلك فيها الدوايا؟ نور تقرا فوق برا. يا نور يا برا امشي حاجه راسك في حاجه. علاش تضرب فيه؟ علاش تضرب فيه؟ مش قلت لك معاش كلمه؟ خيرك هكي ان شاء الله عقابها خير يا اللايبس. ما فيه كان الخير يا بني، ما فيه كان الخير. تليفونك ما باش يسكت. دور الشي بتاع الورشة. كملت قهوتك؟ لا تمام مية مية. يسلم وليادي. الله يسلمك. تفضلي. لا اله الا الله تخيرك شدتها رن 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 انت في الحوش. انا فهمتك الف مره لما نبدا في الحوش ما عاد تتصلي بي يا بنت النا. تباهي غدوه توصلك لما انا متاعك. اسمع اسمع انا جايك من الباب انا مانيش عايل نلعب راه تبني تجوز ما انا شني. تباهي قلت لك كمان تك غدوه توصلك. انت علاش تبي تشري من هنا بعد هذا؟ ايه مش مطلع على الاقل شهر عسل هيك وحركات اشري من برا وخذي من غادي. ها اي تشاو 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 باي باي مية مية تشاو تشاو. شش 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 عرس ودنيا وشهر عسل ادوي فهمني شو في؟ اول حاجه نقصي صوتك الولد راجل بح. وبعدين شنو اللي شنو تقولي انت اصلا؟ اسمع ما عندك علاش تكذب علي؟ كل شيء سمعته ابو داني ما تكذبش علي. لانك ما تتحشميش تتصنت على راجلك. صدق ما تحمش وخاحتك توصل انك انت تكذبني. لا اله الا الله خليني هيك. اسمعي هم كلمتين خفاف ضراب. انا لا درت عيب ولا درت حرام ولا درت حاجه خالص. كل شيء بما يرضي الله وصوتك ما يعلاش. قلت لك في خيركم يا جماعه صوتكم واصل لراها. شنو فيه يا رياضات؟ ما في شيء موضوع هاي. تكلم قول لي شنو فيه. في خيركم في خيركم شنو جاكم؟ الله يهديكم صوتكم واصل للجيران. في خيركم يا لاي ولدك المحترم لقيتها يكلم في وحده في التليفون ويتفاهموا هو وياها وشهر عسل وبيتجوز عليا بعد العمر هذا كله والعشره دي كلها بيتجوز عليا. يا حلالي يا حلالي يا سماء صبي الماء حق الكلام هذا. شنو يا رضا في منها دوه؟ في منها دوه وما هواش عيب وما هواش حرام. ومن حقي ناخذ واحده وناخذ اثنين وناخذ ثلاثه وناخذ اربعه. من حقي يا راجل. باهي من ناحيه من حقك من حقك. لكن ابي يفكرك ان اللي صبرتها معاك المراه هي ما تصبرهاش شيء مراه تجيبها انا. وبعدين كنت انت على داب حالك وكان ما عندك شيء المراه هي ارضت به. وكنت انت عندك مشكله وعطلته في الجياب والمشكله كانت منك انت. حملت معاك عديه والدوالين ربي يرزقكم بواديه. تمشي انت بعد ما ربي يرزقك وتبحبح عندك الامور كرمال الرميه هي وتجيب غيرها في خيرك. وبعدين من هي المراه اللي تخدم امك وبتخدمني انا وبتخدم الحوشه هو من غير بنت الله صنايع من هي؟ بالله اصدق اللي قال اللي يكتر فلوسه تشيان مرته ويضيق حوشه.
اسمع يما، دات شيان مرته لا يضياق حوشه، انا اللي في راسي بنديره، ومن الاخير بكل بناخذ مرة تانية. بالك تحسب روحك بتاخد عليها، يحرم عليك علي بامك. راه جاي تن هدرس هدرس التريس. وين ادعى انت ما تنشوف؟ شفت يا لاي، شفت يا لاي بعد العمر هذا كله يبي يتجوز عليا يا لاي. معليش يا بنيتي وسعي بالك، معليش يا بنيتي، ربي يهديه ان شاء الله يا ربي. يلا تعالي يا بنيتي، تعالي تعالي يا بنيتي، ان شاء الله ربي يهديه يا بنيتي. سامحينا مسحات وجهي انا يا بنيتي، انت بنتي اللي ما جبتك من بطني. شاكلنا اللي